الإجرام الإسرائيلي لازال مستمر في قطاع غزة زي ما حضراتكم بتتابعوا وبيتابع العالم كله. منظمة حقوقية بتقول أكثر من 5000 معاق جديد في غزة بفعل الهجمات اللي بتمارس بوحشية ضد المدنيين في قطاع غزة ما بين بتر أطراف وهجمات وإعاقات في منها النفسي والحركي والبدني، الإيد أو الرجل أو العين، كل دي بيتم أو كل دي إعاقات بتضاف في غزة جراء هجمات الاحتلال. واشنطن بوست بتؤكد أن في قنابل لم تنفجر ستجعل أجزاء من غزة غير صالحة للحياة. بيتم قصف غزة بأسلحة كتيرة منها بعض القنابل التي لم تنفجر، وبيقولوا أن الذخائر غير المنفجرة قد تكون أكثر التهديدات انتشارا. ليه؟ لأنها ستدوم طويلا بعد الحرب وتشكل مخاطر على المدنيين لأجيال جاية. وحتى في أوقات السلم النسبي في غزة فإن القنابل المتبقية من جولات القتال السابقة كانت تقتل وتشوه بانتظام، والمشكلة الآن أسوأ بأضعاف مضاعفة لأن عدد القنابل والأسلحة التي لم تنفجر بعد قصفها على قطاع غزة أصبح أكبر من الأول بكتير. هارتس بتفتح ملف جديد وبتفتح ملف عن الإجرام الإسرائيلي داخل السجون. هارتس بتقول، هارتس الإسرائيلية الجريدة الإسرائيلية، كدمات على جثث 6 فلسطينيين ماتوا في سجون إسرائيل، كسور في الضلوع وعظمة القص عظمة القص وأثار تعذيب في الرأس والرقبة، ورصدوا عدد من المعتقلين منهم معتقل من قراوة بني حسان اسمه عبد الرحمن مرعي. عبد الرحمن كانوا بيسبوه الجنود باسم أبوه اللي كان لسه متوفي حديثا، وبعدها لما يرد عليهم جمعوا عليه أكتر من 15 سجان وعذبوه وضربوه، وعبد الرحمن في نهاية الأمر استشهد. بعد كده وبعد 10 أيام تم تشريح جثة عبد الرحمن ووجد كسور في ضلوعه وأثار كدمات في رأسه وظهره، وكلها بتشير إلى أن عبد الرحمن تعرض إلى تعذيب وإلى الضرب بقسوة أدت إلى وفاته، وشاب يعني في كامل صحته كان قبل ما يدخل إلى السجون الإسرائيلية. فاينانشال تايمز بتتكلم عن حملة إسرائيل الجوية على غزة هي الأعنف في التاريخ. اللي انت قاعد تشوفه حضرتك على شاشات التلفزيون دلوقتي هو الحملة العسكرية الأعنف، القصف الجوي الأعنف في تاريخ البشرية، بيتم من قوات إسرائيلية مدعومة بأسلحة وطيران أمريكي على مساحة ضيقة جدا من الأرض فيها حوالي 2.5 مليون إنسان بيعانوا من الإجرام، بيعانوا من الوحشية والبربرية زي ما بتوصفها فاينانشال تايمز، وبتقول إن حملة إسرائيل الجوية على غزة هي الأعنف في التاريخ، أعنف من كل الحروب السابقة في العالم مش بس في غزة، أعنف مثلا من القصف الجوي اللي حصل في الحرب العالمية الثانية وكان الأعنف والأشرس. الآن بتتكلم عن الحملة الجوية اللي حصل على الغلابة والمحاصرين والنساء والأطفال والمدنيين المفروض يبقوا آمنين يعني في قطاع غزة، هي الحملة الأعنف عالمياً.